السلام عليكم، حيا الله صديقي القريب، الله محييه. اليوم مريحين البار البار حبيبي الشرقاوي من الدمام. هلا والله صديقي من الدمام، ولد خالي. حيا الله ولد خالي من الدمام، من الشرقية، ما شاء الله. أمس أخذنا البار. أوريكم مقاطع الحين، أوريكم أرسلها الحين. مين قال لك؟ كاني خبز لابس إيش يسمونه ذي الطقيل؟ كابوس. طقيل يسمونه كابوس. درس الأول حق البر تعجل. بسم الله، يلا اخبص. بس يلا هاي اعجل سرع. زيد له ما الولاد ما يعرف. اعجل اعجل يا ولد عجل. يا ولد اعجل زين. علم ايوه زي كذا، حفر تحت في ذهب. هذا اللي هنا شوفك زبطان. اعجل والله ما ناخذ قلبر بعدين. بتقول لي في الشرقية انا زبط لهم القرص. ها اليد الناعمة ذي والله ما عجل. والله ما مسكت صمولي. خبز ما مسكت. ماين تصور لي همبرجر وحلا. هذا الحلا حقنا. اعجل ما شاء الله تبارك الله. بتقول لي في الشرقية بالله تعجل له ما يود اللي تحت صب. طيب ما هي شغلة صب اللي تحت، خذه. ان شاء الله ارض طيبه والله. ان شاء الله تبارك. اعجل صدق شفت مقاطع لك في الشرقيه. شو يلف يلف ما يعشل حبل. معلم يقول ها يقول لك في الشرقيه هو اللي يعزل. ضحك علي اول. دحين حط لك خميرة ما تلزق بيدك، أول تقول لي فيها غرة يدي. قل لي والله جاي دورة حتمية، باين لك من الجزمة اللي لابسها. شو لابس؟ يا مدرع عقد. دورة حتمية. يا الله جنت للبر. ما شاء الله تبارك الله. اتصور مين هذا يجي مع الباكج، وهذا سكوب ثمانية. هذا الصندوق حق اللي يجي مع الباكج حق السلاح. تفضل. هذا الليفل في ثلاثة، خذها في الثلاثة. شوف المنديل حقه مسوي مطعم البيت. البيت ما عنده منديل. شوفك زكمت ولد، خذ دفي راسك. صلح القهوة وسوي الفطور، نفطر ونعيم الله خير بعدين نتقهوى. تبغى تتقهوى انت؟ ايه خلاص اجلس، خذ رقم. شوف الشاي زيت بريك. الشاي ده ما يعرف من وين من ده، من لا ما يعرف الشواهي، من الدمام ما يعرف شيء. شواهي ما شاء الله تفرج انت بس سنادي كله. ما شاء الله. شوف ان شاء الله. لا ابغاه الاطراف تخليه مره. ايوه ها
ابتسم كذا لياسة شكله الدقيق مرة واو من بعد يا بعد هذه ايش من بعد من بعد لعبوا بعد ببجي يا اخي لو شفتوا حالتي تكسر الخال اعطيه المربوع اللي عندك نعم بدأ يصفر عشان يجي مهروس ها؟ ايوه السلام الله تبارك الله الله هذا الحليب ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله فطر العافية سلام العسل وفطير السن واخر الطلعة دعيك مكانك ما كان خلاص هذه ليه ما تطفي من حالها ما شاء الله تبارك الله شايفين هذه الزهور شوف الأرضية كيف ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله بس الشمس قوية عشان كذا والله شوف فمه مليون حليب السلام عليكم يلا بسرعة درس ما زال مستمر خوي قاعد يشمر ما باله رايح تمرين يلا تعال عشان كيف تعلو كيف تقطف البشام تعال الدرس 45 طلع مع البس يود البس اسرع منه طالع معه من هناك البس حميض يا سلام يا سلام ان شاء الله احسن في حموضة كذا طعم مرة طعم يا ايش الجبل ذا اللي كله فخاخ يا رجولي يا كله شوك يا رجل مين دبابيس وسمير كله فخ يا لطيف يا لطيف الشوك ذا اللي مرض يخلص احنا شطر اللاعدين اهل اهل ابو ام الجبل اه يدي يمين الشوك زي البرشومي في يدي اه انا شطر يعني هذا الجبل رجل كله أعشاب وشوك وطوب وأخخاخ ويا لطيف يا لطيف الحمد لله نزلت شوف 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 طحت على زيها طحت زيها على انت علي انت علي تبارك الله تعلمت الدرس بسرعة ها شدي إذا بتنديها شو تقول لها
يوب ايش بك تغني راب انت؟ درحو درحو شاي قول قول له درحو يوب يوب لورك لورك يوب حلو 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 يلا يلا مشي مشي الحين كيف تمشي؟ تبغى الله يرفسك اقسم بالله ترجع الدمام مكسور شاري رجولك بكيس حبيبي والله ان شاء الله انك استلست بالرحله مره استلست والله يعينك دحين ما بقي شيء بشام بشام عند عبد الرحمن ليه ما اخذت بشام؟ لا ما اخذت عب عليك حر يجيل يستنونك في الدمام ما اسهال الا بشام الشاي حقه يقول لك ايش شاي بشام؟ يلا يلا حبيبي حبيبي يلا درب السلام يلا حبيبي قطعها مرة يلا دحين الساعة كم دحين؟ الساعة 2:36 دقيقة الساعة 8 الصباح اقلاعوا على الدمام يا حبيبي مع السلامة حبيبي ان شاء الله نجيك زيارة في الدمام